متابعين طبعا التطورات ورد الفعل بتاع. حد يقول لك ايه برضه لسه هتقول اشقان؟ ايوه طبعا اشقان، وماله برضه رد الفعل بتاع اشقانه وتعنتهم وفرض امر واقع. يا جماعه يا جماعه لازم نكون بنتعلم من التحديات والمشاكل اللي احنا على الاقل عاصرناها، وشفنا حجم التكلفه اللي بتترتب على اي مواجهه. وفي الاخر ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله وهو اللي عمله، واللي نزل الميه هناك ربنا، واللي خلاها تيجي هنا مصر ربنا. ما احنا لو كانت الارض مش مرتفعه عندنا ما كانش جت حاجه، لكن هي جايه في مسار ربنا سبحانه وتعالى محدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر. اللي عمله ربنا مش هيغير البشر. في النهايه انا بقول لكم تاني وبقول للاشقاء في اثيوبيا، بلاش ان احنا نصل لمرحله انك انت تمس نقطه ميه من مصر، لان الخيارات كلها مفتوحه، الخيارات كلها مفتوحه. وتعاوننا افضل، تعاوننا افضل، نجري ونبني مع بعضنا افضل كتير من ان احنا نختلف ونتصارع.